بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في وفاة السمو الشيخ سالم العلي السالم المبارك الصباح رئيس الحرس الوطني رحمه الله أعرب جلالته في البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأخيه صاحب السمو أمير دولة الكويت سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضا ويسكنه فسيع جناته وان يلهم اسره ال صباح الكرام جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء